من شأن المبعوث الأممي لليمن الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد القادم من أروقة المنظمات الإنسانية منذ تعيينه كموفد أممي خلفا للمغربي جمال بن عمر ما زال بعيدا جدا عن فهم طبيعة الصراع في اليمن. يسير ولد الشيخ فوق حقول من الألغام ويعمل وفق طريقة غير مألوفة في العمل الدبلوماسي والسياسي، يمتلك أكثر من وجه ويحاول المناورة في وقت يفترض أن يتحلى بشفافية. قال الرجل خلال إحاطته لمجلس الأمن إنه غير قادر على الدعوة لجولة أخرى من محادثات السلام بسبب الخلاف الشديد بين الطرفين المتحاربين بشأن ما إذا كان ينبغي وقف إطلاق النار تزامنا مع الجولة الجديدة من المفاوضات، مما يدعوني إلى التريث في الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات السلام. غير أنه خرج ليقول للصحفيين في الغرفة المجاورة كلاما مغايرا أكد فيه أن محادثات السلام بشأن الأزمة اليمنية ستستأنف بحلول مارس المقبل، مؤكدا تلقيه ضمانات من مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار والتزام أطراف الصراع به في البلاد. تتوالى إفادات ولد الشيخ لمجلس الأمن التي تقول كل شيء، لكنها لا تقول شيئا يساوي في إفاداته بين أطراف الصراع. لكن حين يصل الموضوع لاستهداف المدنيين لا يرى غير طائرات التحالف، ولا يتطرق لقصف القرى والمدن والمستشفيات من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع، باستثناء نجاحه في الإفراج عن معتقلين سعوديين كان محتجزين لدى الحوثيين وأربعة من السياسيين، فيما لا يزال آلاف اليمنيين داخل السجون والمعتقلات. التأكيد على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية من قبل أعضاء مجلس الأمن دون الالتفات لما يمارس على الأرض من شأنه إطالة أمد الصراع وجعل الباب مواربا أمام استمرار الانتهاكات وحصار المدن وسقوط المزيد من الضحايا في مناطق النزاع وانتشار الحرائق الناجمة عن تنامي نشاط الجماعات الإرهابية. الضحايا غير المرئيين للصراع ما زالوا كذلك في نظر الموفد الأممي الذي يستمر في حملاته التبشيرية بوجود نافذة للحل لا يعبر من خلالها أحد غيره، فيما يستمر سقوط المدنيين بقذائف الميليشيا وصواريخ التحالف.